مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معايا. ان شاء الله راكم كامل بخير. نكملوا في سلسله دروس التلاميذ التحضيري، قلنا 4 سنوات و5 سنوات. نكملوا اليوم عندنا، نبداو على بركه الله. حنكتبوا التاريخ، عشرين أوت 2020. عندنا خط. اليوم حنتعلمو أو نتعرفو على الحرف با. كما قلنا من الأحسن تكتبوه لهم في اللوحة، يكتبوه ويفاصي ويكتبوه حتى يعني تتسرح يدهم. من بعد تجوزو للكراس. عندي حرف با بهذه الطريقة، ومن بعد يكتبوا باب باب. انا هنا درت النقاط، وهنا يحاول التلميذ يكتبها وحده بهذه الطريقه. هنا عندنا تلوين تاع حرف با، ويكتبوا حرف البا. جوزو للحساب، عندي العدد 2. كما قلنا نبداو باللوحة ومن بعد نروحو للكراس. يكتبوا 2، عرفوا يكتبوها، ما عرفوش ديروا لهم نقاط. عندنا هنايا يبداو يحسبوا شحال عندي من نجمة في الحلقة. يحسب 1 2 ويضع العدد 2. هنا توضعي له العدد 2 وترسمي له دائرة واحدة، تقولي له شحال خصني باش يولي 2. هنا يبدا يتعلم يحسب ويحسب بيديه. عندي دائرة واحدة، نزيد واحدة باش يولو عندي 2. 1 2 معناتها خصتني واحدة ويرسم دائرة. حبيت نكمل لكم اليوم، نديرو حرف التا، نديرو البا والتا، ونديرو 2 والعدد 3. كيف كيف بهذه الطريقة، تا تا، ويكتبوا الكلمة توتن. ويحاول يكتبها وحده بهذه الطريقة. نجوزو للعدد 3، نفس الشيء يكتب. هنا درت نقاط، تعمدت يعني ماشي دائما يكتبوا وحدهم، من داك ديروا لهم نقاط. 3 3. هنا مدولي العدد 3، وفي الحلقه مدولي دائره واحده. شحال لازم لي باش نلحق ل3؟ نبدا نحسب 1 2 3. 1 الدائره الاولى، 1 2 3. وهنا يحسب شحال عندي من مثلث. 1 2 3. 1 2 3. بهذا نكونو كملنا الدرس تاع نهار اليوم. هاولي كيفاش كتبوا العدد 2. شوفوا التلاميذ بهذه الطريقه عندهم تلوين، يلونوا العدد 2 يعني هذا الطوق كامل، ومن بعد خلاص يعني يترسخ في راسهم وفي ذهنهم يعني الحرف ولا العدد، بيسك يكتبوه في اللوحة، يلونوه، يكتبوه وحدهم، يحاولوا يكتبوا وحدهم. هاولي شوفوا يعني الخط بخسك ما كاش تلمو صغار دراري، من با ماشي محمق على على القلم. هذه هي واقيل ماشي كاتبها نقاط، هادو ما هادي تاني نقاط، يعني كما يقولوا بشويه معاهم باسكو صغار. والعدد 3، ويلونوا 3. في الاخير عطات لهم الانسه ديالهم يلونوا هكذا، يعني رسم نتوما تقدروا تخيروا لهم جزر، فاكهه، اي يعني كما يقولوا اي رسمه تكون عندكم تقدروا تمبريميوها ولا تلونوا، يعني يلونوها. بعدا نكونوا كملنا لا فيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. شكرا على تعليقاتكم. بعدا نكونوا كملنا لا فيديو تاع نهار اليوم، شكرا على تعليقاتكم. ما تنساوش ديروا لي جام. نتلاقاو المره المقبله ان شاء الله. سلام.